معرض للترويج لتجارة الأسلحة افتتح بنسخته الثانية في المنامة هذا الأسبوع. تشارك في المعرض أكثر من 200 شركة أمنية وأخرى مصنعة للأسلحة برعاية حاكم البحرين حمد الخليفة. فرحنا بشوف مع الرئيس بوتين في السعودية والإمارات. البحرين التي تحولت إلى قاعدة عسكرية تجثم فوق صدرها قوات أجنبية مختلفة من أمريكية وبريطانية وسعودية وإماراتية، أصبحت اليوم مركزا للترويج للأسلحة التي لا تخلف سوى الدمار في هذه المنطقة الملتهبة من العالم. وأما المنظم لهذا المعرض فهي ذات شركة كلاريون البريطانية المسؤولة عن تنظيم معرض لندن للأمن والدفاع الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي. فهذه الشركة لا تهتم بالآثار المدمرة المترتبة على تجارة الأسلحة، فكل ما يهمها هي الأرباح والمكاسب ولو على حساب الشعوب، واليمن خير مثال. معرض لندن أثار غضب ناشطين مناهضين لتجارة الأسلحة ممن اعتصموا وتظاهروا ضد إقامته خوفا على السلام والأمن العالميين. وأما بالنسبة لمعرض البحرين فاعتبره هؤلاء الناشطون وسيلة ترويجية للدكتاتورية في البحرين، منددين بتنظيم شركة كلاريون له ومتهميها بإعطاء أولوية لتجارة الأسلحة بدلا من الاهتمام بحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بشكل مروع. Everything that is done here today.